اسم ديالي هشام الحر. نانان هيا وجيب الركزات نانان وليدات العسالة نانان ما كاينش شي البسالة ادق سيرو دق جيبو دق عاود دق هاكو دق كنرجع نيلني فهمتيني عاد كنقول انا ناو وانا نانان بليتوني ويلي رانا دخلت السود سجلت الاوديو وقلت في المكتب عليا تكذب انا نانان وانا نانان قولي يا ويلي ورا هشام الحرة وغنى هدر لو وصلتي لقنيطرة تعرف شنو يطرى وانا نانان بليتوني. دونك هذا شعبي هذا واحد الجزء صغير في الشعبي لانني عندي بزاف ديال الديسك عندي في الراي عاوتاني بزاف ديال الديسك بزاف وعندي اسمع لي اسمع ناس الغيوان تبارك الله عليهم تحيه الناس الغيوان ما عندهمش الجديد من نهار بات العربي باطمه باش تعرفني موهبه قويه الجديد ديالهم كاين عندي وانما ما كاينش يد مساعده ما كاينش انا داكشي مخبي في عقلي وما ما عندي ما ندير لاي واحد انا مستعد نعطي هاد الديسك للناس الغيوان بصراحه اسمع يا ربي واش هاد المكتوبة طالب العفو عبادك التوبة راه عبادك عباد المغلوبة منهم ناس ومنهم ديوبة شباب اليوم اللي بانوا بالعجوبة المخدرات بثمن غالي مطلوبة وبنات زمان اللي كان معاهم صعوبة أما البنت اليوم عندها 10 قلوبة وباش نفرحوا في عرس المخطوبة راه عندي فوات وأوقات مقلوبة الكل خات خوخات في القصبة مجعوبة الجوشة فرخات والسبولة منقوبة أطفال مجهولين في شوانت مكبوبة أيا ربي تعفو غير هذه التوبة أيا ربي واش هاد المكتوبة طالب العفو عبادك التوبة راه عبادك عباد مغلوبة منهم ناس ومنهم ديوبة دونك هذا جديد بالنسبة للناس الغيوان جديد خطير عندي أنا راه كنغني بطريقتي حسان من الناس الغيوان وعندي الدياسك في الراي بزاف دياسك خطارين اللي يديروا البصمة والبنات هاد العصر ديال هاد الزمن أنا ولي عندي الدياسك ديالو اسمع باش تعرفوني أنا راه واعر مام 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 ياي مام 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 ياي مام مام مامي مام 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 ستيل قورية زين تركية مغربية ديما مبدل عليا درت النية سمعتو ستيل قورية والزين تركية مغربية محمقاني درت النية قولي ليا مازال غادي نكتب تاني ديما تشير الايروكس المخير عندها ساكادو عامله بيسي تشوفها تحير لابسه مزير وعشيره داير كمسيسي ولا شي موضه فوق الفوضه عجبها التحرش وبغاتو كلشي عجبها زمان مغلبها شافها هشام الحر دوخاتو عندها النمره تخيط كيف البرا وليت قاده جيب وطلقاتو فيها الهضره تحت لينا على الدبره ايا ربي راه كلشي بدلاتو يعني هادو دياسك ديال هاد الزمان ديال هاد الشيء اللي وقع دابا راه حتى واحد ما يقدر يكتب راك شو كلشي كيغنيها الاغاني ديال الحب وديال انا هو الواحد اللي ما تعطاتنيش فرصه باش نغني على هاد الدياسك هادو اللي كاين دابا بحال هاد الشكل هذا ديال والله ما نزيد نتيق حتى في شي شركه يخدموني غير شويه ويقولوا لي بسلامه خلوني حتى تجوج جانا ودرت التريكة اليوم تردو فيا حسبوها فاما هادو ديسكات خطارين وشي ديسكات اللي ما يطيحش على بنادم الموهبة ديالي واقعية قوية بزاف وانا اللي عارف راسي عوام ماشي البحر اللي جا مني نحكمها سنين وعوام الصدمة خلقها دمي عارف راسي عوام ماشي البحر اللي جا مني هكا انا داير الغلطه ماشي مني جيت نقول حشومه هما عندي صغار جلسوا فين كنا كانوا ما زايدينش هنا تعلمت انا خلاتني نحرار الدنيا مدرسه كنا شاهدين ما موشومه في قلب دوك الشرار هما ما عرفوش واللي عرف مبغاوش يزيد هادشي اللي خلاني نمدك المنشار اليوم ما تدوخنيش تكون تحديد كاين دياسك عندي كاتبهم كيتبتوا بانني اقوى موهبه في العالم العربي كاين دياسك عندي كاتبهم كيمثلوني بانني اقوى موهبه في العالم العربي ونديروا حنا جيب المغاربه جيب اي واحد ما غياكلش معايا اين كنهضروا اي واحد على نفسه ما غياكلش معايا اي واحد يتسال على نفسه يجي قدامي ما غياكلش مع الموهبه ديالي غتقول لي خالد ما غياكلش معايا كان شاب حسني الله يرحمه شاب حسني السيدي راه ما يلعبش معايا اي ستيل والله لا يلعب معايا اي ستيل
بلال راه ما يلعبش معايا بلال، بعدا ما كنحتارمو الصوت بعدا ما عندوش ناقص، انا عندي طاقه صوتيه خطيره بحال تاع كتر 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 من هادو كاملين. راه كاين فنان واحد في العالم، كان جوج البوب مايكل جاكسون، هادو هما اللي كاينين في العالم، ما يقولش شي واحد فنان من غير الله يرحم ام كلثوم وعبد الحليم حافظ. تحسني راه كان ماشي شغلنا ديال الناس اللي عندهم مواهب وكيبدعوا عندهم. تصور مايكل جاكسون، تصور معايا في اوروبا شنو داروا ليه، بناو كل عماره في الايام الاخرى ديالو، انه خطير، عنده طاقه صوتيه مع انبياء الله، كيدير حتى شي واحد ما كيقدر عليه. بحال غير انا مثلا، انا وياه عندنا نفس هنا اللي عند مايكل جاكسون عندي انا. مايكل جاكسون كيعترف فيه العالم في اوروبا بانه اقوى فنان في اوروبا، خطير ما يقدر عليه حتى واحد، وعليهم يمثلوه، وحتى واحد ما كذلك انا بحالو اكثر منه بزاف، لانني انا مهيبه حقيقيه، كنبحث على الجديد ديما، كنبحث كنمل، كنبحث غطاس في, 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 في الكلمات، ما كنريحش، دائما كنجبد الكلام. يعني مايكل جاكسون الله يرحمه، ملي كان كيطلق شي موالات كيعجبني، كيبقى بحال شي ديالك مثلا عندي كنقولها انتي يا انا معاك، انتي يا انا وانتي اللي بهيا، عبتي بيا وعلاش انا وعلاش قدرتيني، درت فيك النية انا درت فيك النهاية، عبتي بيا ايوا 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 نننانا لا 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 لا. كيطلق سمعتي كيبقى يقول لا 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 هو، كيقول لا 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 هو لا 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 هو لا 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 هو. ومال قلبي ما بغى يعشاق، هو اللي عرف ماشي انا واش اللقمه كيل معشاق، انت تبرد حرقني انا، انتيا انا معاك انتيا. راه قلت لك انا من بعد مني كنبدا نضرب شي دويسكات كيطلق لي الصوت ديالي، تختي بيا اللي جلستي معايا من هنا واحد الساعه ولا هادي غتسمع صوت اخر. انا انفو كنبدا حيت صوتي كيكون صوت عادي، شويه كيولي صوت الغرب، فهمتيني، شويه كيولي صوت العرب، لانني انا عندي اقوى موهبه وعندي احسن صوت في العالم العربي، وهذا الشيء بغيت يعرفوا بنادم. راه البارح كنت عملت واحد ريبيسيو، وانت اللي عطيتي قلتي شي كلام اللي خلاني فهمتي، انا تايق في راسي، عملت واحد ريبيسيو خطير عليها، صوتي صبح باح شويه، الحومه كنجمدها ملي كنعمل ريبيسيو ديالي في هذا المكان اللي كتشوف، كنحلها واحد الشرجم، كلشي كيجمد، ما كيبقاش الحس ديال بنادم، كيبقى صوتي ضارب، عندي واحد الطاقه صوتيه، انا بلا ميكروات تسمع صوتي حقيقي، بلا ما يجي بنادم عاد يجيب الميكرو عاد نقول لك انا سمع صوتي، لا، انا بلا ميكرو تسمع صوتي حقيقي، اما لا لا, لا دخلوني الميكساج وفهمتيني، حاله اخرى. وبغيتكم بغيت انا باغي شي بصراحه اخوتي، انا شفت كفاش مني خداو الدعم، كفاش مني خداو الدعم في هاد الايام ديال كورونا، اللي كيلعبوا على الستيل، انا راه فنان كنت سيف، انا الا جيتك اليوم للسهره وغنيت لك اليوم الشعبي، غدا ولا نجي نغنيك ديسكراي، ولا في هذيك السهره نغني لك ديسك شعبي ديسكراي، نقدر نغني لك غواني، انا كنت سيف، انا موهبه حقيقيه، ما عاد حتى شي واحد ما يقدر. انا كنعلم بنادم بصراحه، تحيه لسيدنا ولا اله الا الله، وانا اقوى موهبه في العالم العربي، وما نبغيش شي واحد يناقش معايا يقول لي انت ولا ما انت، راه ما غياكلش والله لاكله، راه شي واحد يوقف ضدي ويقول لي انت ماشي اقوى موهبه في العالم العربي، والله لاكله والله لاكله. وهذا الشيء اخوتي انا ضعت وتحقرت في الدوميل، تحقرت بزاف، وبغيتكم تساعدوني. كاين شي واحد كاتب لكم هذا الشيء، يلا انتم دابا كتكليكيو التليفونات ها الزواق، يلا اسمع، هذا عصر الفيسبوك ما تحاسبنا ما نحاسبوك، خويا كلهم انا كيتمثلوا بيا، انت يا باغطاجي دخل العالم تفاجي، تلفت مجاجي انا كملتها في الدنيا، مشيت وجيت حسيت بالحقره، انتوما اللي نقدتوني، غادي نكملها في مره ونسبق اللي غشوني. هذا عصر الفيسبوك ما تحاسبنا ما نحاسبوك، خويا كلهم كيتمثلوا بيا، انت يا باغطاجي ودخل العالم تفاجي،
تلفت مجاجي وكملتها في الدنيا. مشيت وجيت حسيت بالحقرة، نتوما اللي نقتوني غادي نكملها في مرة ونسبق اللي غشوني. وفعلا أخوتي راه غشوني، جاو وراي، جاو قدامي، جاو قدامي وأنا معلم. تبغي أنت دابا شي واحد أنت في الصف وجي واحد ما يحترمش يجي قدامك، أي واحد ما يتقبلهاش، خطيرة. أنت دابا شاد الصف مع الناس، يجي واحد يجي قدامك ما عرفش أنت راه غدوز فيه، تحيدو وتشطبهم كاملا معاه. الله يرحم لكم الوالدين. بغيت نقول لكم اخر جمله، هذا راه عصر الساعه، انتم كتشوفوا جا كورونا وجا بزاف ديال هاد الفيروسات، حيت هادشي حنا كثر فينا الحقاد، وما كان حنا في المغرب ما كناخذوش بيد المواهب. ليش هادشي بلاصه كيبقى يدير فيها ما بغا، كيبقى يدير ما بغا خوتي، وما كيحترمش المواطن، والوقت صعيبه، خص الانسان يتعامل يدير شويه الفوق. الدنيا راه فايته قصيره ما دايماش. سمع وتا دابا هادي شكون غيناقش معايا؟ يلا هذا ديسك عنده دلائل كتثبت بانه جمد، ما تناقش. سمع شكون يحكم المرأة تخدم السبع يحدي الاولاد ولا فؤاد صيد؟ بكلامي نزعم ما بقى اللي يفهم، اللي شاد شي بلاصه من بكري ما بغاش يحيد. تقلبات الدعوه، نسا ولاو رجال، العزري بدا يتلوى، بغى كلشي بالمجان. نتوما كلشي تنسى وانا تزادني الحزان، غادي تشوفوا مني العجب اللي باقي مازال. الجودة مرفوضة، بمن غادي نهتم؟ نتوما تضحكوا وانا في عقلي نرسم. الدنيا مبسوطة، زرعتوا في قلبي السم، شي حاجة محطوطة بها غادي نختم. شكون يحكم المرأة تخدم السبع يحدي الاولاد ولا فؤاد صيد؟ بكلامي نزعم ما بقى اللي يفهم، اللي شاد شي بلاصة من بكري مبغاش يحيد. خوتي شوفوا هاد الموهبة، شوفوا وشوفوا انا اللي تحقرت في البلاد، عاد شوفوا نتوما حكموا عليا. خوتي انا كنشكركم وكنشكر هاد البرامج وهاد الجورنان اللي كيجيو وكيبحثوا علينا، لانهم انا كنسميهم احسن برامج في البلاد، لان الله حس بهم، لانهم كيتعاونوا مع الدراري المواهب وكيبحثوا على المواهب. هادو هما احسن برامج، كنشكرهم لانهم واخا ما عندهمش بلاصه كبيره في البلاد، وانما ربي حاس بهم ومعاهم. وانا خوتي انا ما طالبش شي حاجه، زعما اللي انا طالب غير واحد يد المساعده، لان الفن ديالي انا شنو طالب؟ انا بغيت استوديو اخويا. كنشكركم تبارك الله عليكم، شي واحد عنده استوديو، شي مشاركه انتاج باغي استوديو، باغي ندير بوم نضرب ديسك واحد، الا ما درتش بوم نقطع راسي قدام العالم العربي. تبارك الله عليكم، والله ينصر سيدنا. ونزيد لكم واحد القضيه، حتى هي باغيه، انا محتاج لدعم من هذاك الدعم اللي خداو الفنانه، انا فنان واقوى فنان فيهم، انا محتاج لدعم باش نوض، باش انا فهمتيني، انا راك راه الريح كنرجعو لجهه اخرى بالمهيبه ديالي بصوتي، كنكون في اماكن خاصه بيا، ربي اللي حاس بيا، انا تمجدت على العباد، انا محتاج لدعم من الاذاعات، ومن من المهم الاذاعات محتاج الدعم بحالي بحال الفنانه، نضلع به راسي نوت، انا محتاج نسجل، باغي دعم انايا، باغي دعم لاني ضعت. وهذا الشيء اللي كنقولوا، هذا الدعم اللي غادي يوصلني صغير فيا بزاف، لانني اقوى موهبه. وكنشكركم وكنشكر المغاربه والعالم العربي، وشكرا.